كل الاحوال طبعا رحله النادي الاهلي النهارده للمغرب اللي تمت برعايه اير كايرو الناقل الرسمي لقناه النادي الاهلي، وكانت برئاسه كابتن محمود الخطيب، واللي من المنتظر ان شاء الله انها توصل في خلال يعني ساعه ونص بسلامه الله الى المغرب. عندنا زي ما قلنا لحضراتكم 72 ساعه، اللقطات اللي حضراتكم شايفينها دي من النهارده اثناء تواجد الفريق في مطار القاهره عشان يستقل الطائره متجها للمغرب. منتظر انه يعني توقيت وصولهم للمغرب بتوقيت القاهره هيكون الساعه 9 مساء بتوقيتنا ان شاء الله باذن الله. وده طبعا اللعيبه طبعا في اجراءات احترازيه كثيره جدا، يعني بدايه من تواجد اللاعبين في المطار، الاتوبيس اللي بينقلهم لسلم الطياره، الطياره نفسها تم تعقيمها بشكل كبير، وحتى الاجراءات الاحترازيه ان شاء الله المتوقع اتخاذها في مقر اقامه النادي الاهلي. عندنا جدول حافل على مدار الثلاث ايام الاخيره وصولا ليوم الجمعه ان شاء الله. طبعا دي لقطات كابتن حمدي فتحي وكابتن احمد الشيخ ورا السوليه بيشرب قهوته. وحقيقه يمكن يعني انا بيتهيالي ان جوه كل دماغ واحد منهم النهارده افكار كتيره جدا واحلام كبيره جدا، كتابه اسمك في التاريخ مع النادي الاهلي في الفوز ببطوله افريقيا حلم لاي لعيب كوره يتمناه. كابتن علي لطفي طبعا اللي تولى مسؤوليه حراسه تعليم الاهلي في الماتشات الاخيره، واعتقد انه قدم الى حد كبير مستوى محترم على الرغم من غيابه، وده بيأثر بالتأكيد على حساسيه المباريات. الشناوي ان شاء الله باذن الله هيكون جاهز، والشناوي بالنسبه للنادي الاهلي كنت بكلم ساره قبل الماتش، الشناوي واحد من اهم عوامل ان شاء الله حسم المباراه دي علينا، او جماهير الاهلي حط عليه يعني مسؤوليه كبيره جدا في ان احنا ان شاء الله ان شاء الله نحقق ده. ميشيل يانكون طبعا مدرب حراس المرمى النادي الاهلي، كل التوفيق لعناصر النادي الاهلي. انا بيتهيألي الحافز كبير جدا، طبعا زي ما قلنا لحضراتكم الرحله دي برعايه اير كايرو الناقل الرسمي لقناه النادي الاهلي، وزي ما قلت لحضراتكم في مجموعه حوافز كثيره جدا. موسم طويل بالتاكيد ومرهق وشاق، ولكن ده في كل الاحوال ما ياثرش بشكل كبير جدا على اهميه المباراه بالنسبه للاعبين وبالنسبه للجهاز الفني. نروح لفاصل ونرجع نتكلم في اخبار فرقه، نروح لفاصل مع حضراتكم ونرجع لحضراتكم نقول لكم اهم اخبار النادي الاهلي النهارده.